السلام عليكم الخوت، يعني كلشي مزيان، نتمنى كلشي يكون بخير ولا خير كيف ما ديما الخوت، كيف ما ديما خوت. ان شاء الله جاوني ميساج بزاف على ديك النتو، وبنادم ما عندوش مال ولا ما عنده، دير بحال الاخر، دير بحال الاخرين، شوفوا منا فهمتي، تحسبها في شوفوا منا، ما كتعرفش الحمام وتسكت. هذيك النتوة واحد قال لي بلدية انت ما كتعرفش الحمام، هذيك النتوة ديال الصيفا كتكون مسمومة، هذيك فواياجور، هاد النتوة قلت لي بلدية، واش بلدية واحد غيربي البلدية وغيبقى يتسنى فيه وغيباقي، راه ميمكنش، فهمتيني ولا لا؟ يعني انت قلت لي انت غال، واحد قال لي طلقة، طلقة يتصرف على بو ميرا ولا كانت موترة المولى راه تكون انا هو السبب باش غترجع لي، واحد قال لي طلقة، طلقة لبو ميرا. اي واحد كومونطا تما كومونطا بالزوين راه شفناه، اي واحد كومونطا بالخير راه شفناه، هذا هو اللي كاين الخوت. بالنسبه للنتوه راه باقي عندي، باقي ما فيهاش مولا، وبالنسبه لواحد قال شحال، واحد قال لي راه باك ديالها صفر، راه بان، بان ماشي مشكل، حنا درنا اكسبري ها هو بان الصفر، زيد وفين هو السيرو العام؟ خاصك السيرو العام، لا جبتي السيري، لا جبتي العام رمى الله السيري، لا جبتي السيري كيعرفوها مولاه، هذا هو اللي كاين الخوت. كما قلت لكم راه باقا عندي البياسة وغيبان مولاه غنعطيوها لي، هذيك حاجة باينة، أي حمامة غتلف شي واحد غادي نشدها وغنبينها، هاك واحد خرى غيشدها غيدمخ، ما نبيناش أنا كاع، حنا كنبينو الحمام، كندير مالي غنرجع الخوت. إن شاء الله اليوم غادي نصاوب واحد السيفارية بحال هادي، طحت على واحد البلان انا نوري لكم، هو عندي هاد العود، عندي هاد العود الخوت، غنحيد منه الطرف هذا، نحيد منه الطريف هذا اللي زايد باش يراهم ليا. وبالنسبه للخوت هذه كانت ديال الفوتاي، اذا كانت الخوت ديال الفوتاي غادي نشدوها وغادي نديرو لها بحال هكا الخوت، هاي اللي قلنا الخوت دابا ان شاء الله غنفينيوها باش نصبوها. شنو نخليو فات حيت فيها كرافوز، خاصني نخلي فات تسلك، دابا الخوت دابا ان شاء الله نوريكم كيفاش. خوت راك عارف دابا مع الشتا، مع الشتا ما خاصكش دير العود بحال هكا، دابا ان شاء الله غادي نصبغوه، غنصبغوه دابا بحال هاد العود الخوت هذا، حيت كاين واحد العود كيقولو ليه نوفو بوا، واحد العود كيتفرتت، هذاك راه واخا تصبغو راه يقدر يتفرتت، أنا الخوت راه غادي نصبغو غنضرب ليه واحد نضرب ليه واحد البلاستيكة من الفوق، بلاستيكة بحال هادي. بحال هادي غنشد طريف وغنحطو عليه هاديك الدوارة وغنقطعو عليها باش الشتا هو داك الشي تهبط ميبقاش من هاد البلاصة، نغلف غنصبغ هاد البلاصة غنصبغها وغادي نغلف هادي وغنخليها شوية خارجة من هنايا على حساب الشتا وداك الشي متمشيش هاد البلاصة، غنخليها شوية خارجة باش تلوح ليا الشتا. دابا إن شاء الله باش ميجيش فيديو طويل، الفيديو الجاي إن شاء الله غادي نصبغها ونوريكم الأمور كيفاش ركبات.
هذا هو اللي كاين الخوت دابا. هادي العود راه كان عندي الخوت نتوما راك عارفين، اي حاجه كنخدم بها خاصك تفكر شويه وتخدم بها. دابا المهم الخوت كما قلت لكم بالنسبه وانت داك الدراري اللي قالوا لي حق طلق، ها واحد قال لك، واحد قال لك ديالي، واحد قال لك الباك صفر راه بان طلقها، والباك صفر والسيري والعام ما بانش اخويا، ما بانش اخويا العام والسيري، فهمتيني ولا لا؟ المهم الخوت دابا ان شاء الله غنخليكم دابا نوريكم الحميمات الجربه، راه حيت الحمام ما كتلقوش اخوت فين كيكون كتكون الشتا ما كنطلقوش. بالنسبه للغرابي الخوت راه حولته هنايا باش يراهم ليا مع داك التكير، اشتروهم ليا الغرابيه مع داك التكير. بالنسبه للغرابي ديالنا ها هو الاخر قرطاسي الرلوه، وليدات الخوت راه باقي في حفظ الله والامان، نوريكم بعد الفوق. بالنسبه للجرالي اخويا الجرالي الخوت راه بعتو للدري لما صيفط شي فيديو الباه كان ضارب لي البرد، والله ما قديت النور خويا الجراني يكون هاني كون هاني والله تعالى ان شاء الله. هذا هو اللي كاين. بالنسبه للوزغي ديالنا كلاندايزر نوريكم وليدات، نوريهم لكم الخوت، نوريهم لكم الوليدات اما الخوت. المهم راه الخوت راه ناضين والعين علينا حق ناضين. هذا هو اللي كاين دابا الحمام خوته ما طلقتوش مع كاين البرد اليوم شقلب هذا الجو هذا ما طلقش من مسحك السيد الحمام. هذا هو اللي كاين الخوت دابا غادي نخليكم شو بدا كي يدخل شوف يدخل من تحت البارد. نوريكم الحميمات الاخرين الزربه اول تكير الخوت راه الغرابيه راهي الهيف سي باريه هذيك انتوا الخوت راه كنجاوج بها الكره رابو طابه ديالنا النحاسي الجو شويه مستقرب الخوت والبرد الحمام راه كيتكمش. المهم الخوت ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد كيف العاده. يلا الله يعاونكم الخوت.